هذا البلد وهذا الكيان تهانينا والناموس لجميع الفائزين في أشواط الرموز. إذا طارت الشلبة الفضية إلى أبناء الإمارات وإلى مالك الشاهينية مبارك بن محمد بن نصرة العامري، وكذلك الخنجر الفضي يذهب مع نهاب من نهب الخنجر في مساء هذا اليوم مع سيف بن محمد بن هلال الخيالي. فتهانينا والناموس الثاني أيضا لمالك ريتاج من فازت قبل قليل راشد أو محمد بن سعيد بن منانة الاكتبي من خطفت الشوط الماضي. أيها الأعزاء، متواصلين في هذا المهرجان الكبير، المهرجان الذي دخل عالم التاريخ من خلال الجوائز العينية والنقدية الأولى من نوعها في الخليج وفي دول مجلس التعاون وعلى مستوى هذه الأشواط والأشواط العامة. إذن هذا هو الشوط الثاني للحقائق القعدان ومقدمة الشوط. هنا شاهين لمحمد بن علي بن مبارك الكاموخه المري على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول الدور دور المركز الثاني هنا شكلان ناصر بن جابر بن علي المري. ننتقل إلى المركز الثالث وهنا الوصول من الخطير محمد بن علي العذبة المري، وأيضا وصول يا سلام شاهين لفهد بن مبارك بن حباب الهاجري أحد الشباب المحللين المميزين. فارس المزروعي حاضر، حاضر يا المزروعي حاضر، مالك مالك شاهين حاضر، متابعينا الأعزاء علي بن حاضر بن فارس المزروعي من الغربية قادم. أعود إلى مقدمة الشوط، يا سلام التغيير من قبل شاهين. فهد بن دروة المري غير صدارة الشوط، شعر بن دروة يا متابعينا الأعزاء ليسيطر على المركز الأول، والعصا قوس مثل قوس الربابة. يا سلام يا سلام، ممثل أبناء الشحانية في هذا الشوط، ممثل هلم مصلان في هذا الشوط، ولكن الوصول الخطير أدهم 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 وشاهين أدهم قادم. حمد بن راشد بن مفتاح الشامسي المركز الثالث، أيضا الوصول شاهين لمحسن بن علي الوهيبي. الشوط لمن؟ أدهم وشاهين، أدهم وشاهين، أدهم وشاهين بن دروة ومفتاح الشامسي في معركة. مشاهدين الأعزاء لمن الشوط؟ اللحظات الحاسمة، اللحظات الحاسمة يا بن دروة يا الشامسي يا الزلوم. شاهين شاهين، وأيضا هنا شاهين وأدهم، أدهم 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 وشاهين، أدهم وشاهين، اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، أدهم وشاهين، أدهم وشاهين. الموقف صعب، صعب وحساس، أدهم 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 وشاهين عاد مرة أخرى. شاهين وأدهم، شاهين وأدهم، إذن شاهين وأدهم ودخول جماعي. ننتظر التوقيت الزمني وأيضا لجنة التحكيم. المركز الثالث شاهين محمد لمحسن بن علي الوهيبي، المركز الرابع كان الوصول من جبر لراشد بن جعفر بن مرخال الاكتبي، المركز الخامس شاهين لعلي بن حاضر بن فارس المزروعي. اذا شوط يحبس الانفاس، ننتظر اللحظات المثيره واللحظات الاخيره لمحبين الشعارين من يحبسون الانفاس في هذه اللحظات وعلى الهواء مباشرة في هذا النقل الحي والمباشر. هذه الإعادة نتابع متابعينا الأعزاء. إذن المركزين الأول والثاني دخول جماعي، أحيل المركزين الأول والثاني إلى اللجنة في اللجنة المنظمة في سباقات الهجن، أحيلها إلى لجنة التحكيم. هذين المركزين دخول جماعي على خط واحد تقريبا ما بين أدهم المملوك حمد بن راشد بن مفتاح الشامسي، وكذلك شاهين المملوك لفهد بن دروه المري. إذن نتابع متابعينا الأعزاء هذا الدخول الجماعي، نحيلها إلى لجنة التحكيم. مخرجنا العزيز، هذا التوقيت الزمني، عطي التوقيت 6:04:42 جزء من الثانية، هو توقيت أدهم وتوقيت شاهين. أحيلها إلى لجنة التحكيم مثل ما يقولون الإخوان ملاك الهجن، دخول فوتو فينش على المركزين الأول والثاني. المركز الثالث الوصول من شاهين 6:06:80 جزء من الثانية. نحيل أو تهانينا والناموس لمالك شاهين محسن بن علي بن محمد الوهيبي. إذا كانت لحظات ممتعة مشاهدينا الأعزاء في الشوط الماضي، كانت دخول جماعي ما بين أدهم
وما بين شاهين. أدهم المملوك لبن مفتاح الشامسي.